السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا قلت كده هعمل فيديو بسيط لكل واحد فيكم وأوضح فيه الدنيا كده، الامور ماشية ازاي. ده مشروع ابراهيم. اول حاجة ابراهيم، انت عملت اليونتس بتاعتك؟ حطيتها؟ طبعا، تمام، مظبوطة. لكن نركز قوي في الزوايا اللي هنا. يعني انت مثلا لما بتيجي تسكن اليونتس ممكن تقوم عاملها على زاوية مايلة، تقوم واخد اليونتس وهكذا بدون ايه الاخذ في الاعتبار الجزئية دي. لا، الزاوية دي مهمة برضو، حطها في حسبتك. لازم تجيلك الزوايا بتاعة تسكين اليونتس دي مظبوطة. حط هنا اليونتس بنفس الايه الاوت لاين بتاع الشريحه الرئيسيه اللي احنا متفقين عليه، تمام. طيب، تجيلك الزوايا فين بقى يا ابراهيم؟ تجيلك الزوايا في الاجزاء اللي هي ان بتوين دي. لما تيجي هنا في الاجزاء اللي بين اليونتس، احلها بقى واحط فيها بقيه العناصر الخدميه. طيب، جميل. وبعدين نفس الكلام بالنسبه لبقيه الشرايح التانية. برضو براعي جزئية ان انا ارص الايه اليونتس بشكل ما يعمليش زوايا. لا، انا ماشي على نفس الخط بتاع الاوت لاين الرئيسي. طيب، حطيت كتل جديدة، حطيت عناصر تانية، اعمل ايه؟ برضو باخد من نفس الخطوط، بمد اكستنشن خطوط كده وابتدي امشي عشان مخرجش بره اطار الايه الفكرة بتاعتي. لا، انا ماشي على نفس الكلام، انا واخد نفس الايه الخط بتاعي، امد كده بزاوية بسيطة، اكمل باقي الايه الكتلة. قسمت دي كتلتين، مكتبة مثلا وادارة، ممكن يبقى الجزء اللي في النص الصغير ده مدخل للمكتبة، وبعدين ابتدي افرش هنا ايه ارفف المكتبة نفسها في الجزء ده كده، بحيث ان انا ابقى قسمت الايه الاجزاء بتاعتي كما يجب. طيب، والاداره كمان نفس الكلام برضو. طيب، ممكن برضو ان انا ايه استغل الحاجات اللي هي الصغيره دي تبقى برضو حاجه خدميه، يعني زي ما احنا متفقين، عشان يبقى في فرق بين العناصر والتانية. ادي مثلا الاجزاء، الجزء الكبير ده اللي هو المكاتب نفسها او زي ما انت بتقول، وبعدين انت مثلا دي جزء خدمي لبقيه الايه المكاتب. طيب، حطيت الملاعب برضو نفس الكلام، الملاعب تيجي لي على نفس الايه الاوت لاين، بمد برضو نفس الايه الخطوط، بحيث ان انا اما اجي ابص على المشروع كله الاقيه ان هو ايه مش كتل مفككه، لا، هو الحاجات كلها ايه بترد على بعض. حتى طريقه رص الجراج نفسها، الجراج برضو بيتحط على نفس الايه الخط، اخد برضو خط يعني الاوت لاين بتاعي يكون موازي لنفس ده او اكستنشن من الخطوط الرئيسيه بتاعه المشروع الاساسي بتاعي، واكمل في طريقه فرش الايه السيارات زي ما احنا متفقين. طيب، الجزء اللي في النص ده، الجزء ده برضو مهم جدا، ده يعني اللي هيبين برضو الجيومتري، الفكره اللي احنا متفقين عليها. احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل المشروع كله يبقى جيومتريك اركتكتشر، فانت تحاول مثلا تخلي الاجزاء اللي هي جوه دي مثلا تبقى مثلثات، المثلثات دي هي الجرين، واللي يتبقى يبقى دي مثلا مناطق التجمع بتاعتك. نفس الكلام هنا، احاول اعمل برضو منطقة ايه مثلث تاني او مثلث تالت وهكذا الحال، واللي يتبقى اللي ان بتوين ده تجمعات. فانا كده عملت ميكس بين المناطق الخضراء مع الاماكن اللي فيها تجمعات للطلبه او اماكن جلوس وما هذا، يعني وكل الدنيا تبان في ان انا عملت هنا شكل كامل او صوره كامله للاوت دور. طيب، برضو الكتله الثانيه اللي هي الام بي يو والمطعم، يعني ليه افصل الكتل عن بعض؟ احاول ان انا مش شرط، يعني ممكن اخلي المطعم في الجزء ده والام بي يو في الجزء ده، واخلي لكل واحد منهم مدخل مختلف. انما احط الاثنين على الاقل في نفس الزون، يعني بما ان الاثنين كتل هدفها الترفيه، ها، كتل ترفيهيه، فانا ليه ما استغلش ده واحطهم في نفس الزون بدل ما احط ايه حاجات كتير مفرطه او مترميه في ارض المشروع وفي الاخر ايه معرفش اربط بينهم. وفي الاخر برضو هو مجهود، يعني ايه نقدر نقول مبدئيا كويس جدا. نكمل شغل الاوت دور كله الخارجي، بالاضافه ل طبعا قلنا موضوع الزوايا برضو دراجعه، لان هو اللعبه كلها في المشروع هو لعبه الزوايا. ونكمل فرش باقي العناصر.